اول شيء راح يعطي اللي هو انذار، تمام، انذار انه في تسريب الغاز، وراح يتصل على جوالك في حال ما كنتش بالبيت، يعني وانت مش داري وما كنتش بالبيت وفي تسريب للغاز. وغير هيك راح يسكر اللي هو الجره عشان ايش يقطع تسريب الغاز. وغير هيك يعني في شغلات ثانيه اللي هو مثل اللي هو الشفاط اللي امن البيت بيعطي شراره، تمام، والباب بيفتح اللي هو الباب عشان ايش يطلع ايش الغاز اللي في الجو. طبعا كثير احنا شفنا ومرينا انه كثير بيصير حرائق، وخاصه حادثه انه سيارات في اخر فتره، وحادثه الاختناق لشاب من قطاع غزه صارت في ايطاليا على ما اعتقد، تمام، وكل هذا بسبب تسريب الغاز. طب تسريب الغاز احنا طلعنا اللي هو بالفكره هاي الفكره اللي هو عباره عن اللي هو جهاز طبعا بيمنع حدوث تسريب الغاز. في حال التسريب ايش بيعمل هذا الجهاز؟ بيعمل اللي هو عده اوامر وقايه، مثل اللي هو بيعطي انذار صوتي، بيتصل على الجوال لو ما كنتش انا بالبيت وصار في تسريب الغاز. الصعوبات اللي بواجهها انا اللي هو عدم توفر القطع الالكترونيه، وفيش يعني تمويل وفيش دعم لافكار اللي احنا للافكار اللي احنا بنشتغلها. طبعا انا طموحي اللي هو حدا يتبنى الافكار اللي انا بشتغلها. طبعا على سبيل المثال هاي الفكره بتمنع حدوث كوارث كثير، يعني وبمنع ايش اللي هو بتحمي عائلات كثير خاصه من تسريب الغاز. طبعا هاي الفكره قابله للتطوير وقابله ان نخليها يعني افضل واكثر وشركات تدعمها، ونصير ايش بكل بيت موجود هذا الجهاز.